مرحبا بكم مجددا في فقرة تحليل الأخبار والتي يصحبني فيها الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ عبد الحميد عوض. أهلا ومرحبا بك. أهلا مرحبا بك أخ عمار، تحية لك، تحية للمشاهد الكريم، أيضا تحية لصناع المانشيتات الزملاء والزميلات في الصحافة السودانية. أهلا بك، ونبدأ معك هذه الجولة من صحيفة التيار، وفيها نقرأ استئناف المفاوضات المباشرة بين العسكري والحرية والتغيير. استأنف المجلس العسكري الانتقالي وقادة قوى إعلان الحرية والتغيير مساء أمس الأربعاء المفاوضات المباشرة بعد توتر وتصاعد بين الجانبين منذ فض اعتصام القيادة العامة في 3 يونيو الماضي. وفي اجتماعات مغلقة التأمين بفندق كورنثيا بالخرطوم، بدأت جولتها الأولى عند الساعة 8 مساء لتنتهي عند 10:30، دخل بعدها كل طرف على حدة في اجتماعات منفردة ومشاورات، وترأس وفد المجلس العسكري الفريق أول محمد حمدان دقلو، فيما مثل قوى الحرية والتغيير صديق يوسف، إبراهيم الأمين، عمر الدقير، وطه عثمان. ورصد التيار حراكا للوسيط الأفريثيوبي بين الطرفين لحثهما على المضي قدما. يعني العودة من جديد أستاذ عبد الحميد للتفاوض المباشر ما بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، كيف تقرأ المشهد من جديد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالتأكيد هذه خطوة جيدة. قبل ذلك كانت هنالك، قبل ساعات من هذا الاجتماع، كان هنالك شد وجذب، كانت هنالك شروط من قوى إعلان الحرية والتغيير قبل الدخول إلى المفاوضات المباشرة، منها الحصول على رد مكتوب من الوساطة حول ملاحظات كانت تقدمت بها قوى إعلان الحرية والتغيير حول المسودة التي طرحها المبعوث الأمريكي. أعتقد أنها خطوة جيدة، فقط تتطلب مزيد من الجدية. نحن كنا منذ منتصف مايو الماضي في حالة توقف لهذا التفاوض. أعتقد أنه السبب الرئيسي أنه هنالك كانت حالة كبيرة من عدم الثقة بين الطرفين. كان المجلس يرى في الحرية والتغيير مشروع لتفكيك كثير من المؤسسات إلى آخره ما تحدث عنه، حتى ما يتعلق بهيكلة القوات الأمنية إلى ذلك. هذه أثارت بعض الشكوك عندهم. قوى إعلان الحرية كان لديها أيضا شكوك مختلفة حول أن هذا المجلس العسكري يمكن أن يكون امتداد لنظام الرئيس المعزول عمر البشير، إن لم يكن بشخوصه، إن لم يكن بانتمائه، فبسلوكه. الأسوأ من ذلك، جاءت حادثة مجزرة فضل الاعتصام، راح ضحيتها أكثر من 100 من المعتصمين حسب إحصاءات الحرية والتغيير، وأكثر من 60 حسب إحصاءات الحكومة أو المجلس العسكري ووزارة الصحة. الآن نحن نعود، هذه العودة ليس في حد ذاتها ليست هي الهدف، إنما ينتظر السودانيون جميعا النتائج. هل النتائج ستكون هي لصالح أهداف طيب يعني الثورة التي خرج من أجلها السودانيين؟ قبل النتائج والحوار في هذه النقطة، يعني هل ذكرت عمل الثقة بين الطرفين، هل الثقة بنيت من جديد أم ما زالت هناك عديد من المعوقات؟ يعني لا، الثقة تحتاج إعادة بناء الثقة بين الطرفين إلى زمن طويل حقيقة. الآن الطرفان جاء إلى طاولة المفاوضات تحت ضغوط من الوساطة، تحت ضغوط من وساطات وطنية إلى آخره، لكن ليس هنالك ثقة حتى الآن، وهذا قد يؤثر حتى على سير المفاوضات. كنت أردد دوما وأقول إن هنالك مخاوف، كل طرف لديه مخاوف، يجب أن نقفز الناس مباشرة إلى تحديد هذه المخاوف ما هي والتعاطي معها بكل شفافية ووضوح. لكن في احيانا بيقدم خاصه جانب المجلس العسكري مبررات اخرى واهيه. لماذا واهيه؟ جدول هي ضد السؤال، ضد السؤال اللي بيثير الشكوك حول المجلس العسكري نفسه، انه هل المجلس العسكري جاد في تسليم السلطه؟ هل لديه رغبه في الاستمرار في السلطه سواء كان هو ككل او جزء؟ ففي اسئله كبيره هي التي بتطرح حتى الآن الناس ما لقوا لها إجابة، خاصة إنه المجلس العسكري بدأ منحاز تماما للثورة، لبى كثير من مطالبها، لكن حصلت انتكاسة كبيرة وكبيرة جدا أثرت على المسار السياسي
الحالي. طيب، في مسار التفاوض يعني قوى الحرية والتغيير كانت قد وضعت شروط قبيل الدخول للمفاوضات المباشرة، من ضمنها عودة الإنترنت، إطلاق سراح المعتقلين السياسيين قبل الدخول للمفاوضات. ويعني هل تخلت عن هذه الشروط قبيل الدخول للمفاوضات، وهل حققت هذه المطالب؟ لا أعتقد ذلك. حتى الآن لم يصدر شيء رسمي من أي طرف حول هذه الموضوعات، لكن كان هذا شرط الحرية والتغيير. أعتقد أنها حصلت على ضمانات من الوساطة الإفريقية الإثيوبية حول كل هذه المواضيع. حسب معلومات أنه بدأ فعليا تنفيذ بعضها، قرار إطلاق سراح الأسرة يأتي متماشيا مع هذه قرار المطالب. إطلاق أم قرار الموافقة على إطلاق؟ سيتم إطلاق سراحهم اليوم. صدر قرار رسمي بإطلاق سراحهم من المجلس العسكري، تحديدا من رئيس المجلس العسكري الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان. صدر هذا القرار وقد يصدر، لكن من المؤكد أن قوى إعلان الحرية والتغيير حصلت على الضمانات. الآن الحديث عن أنه حتى خدمة الإنترنت ممكن أن تكون اليوم متاحة. طيب، يعني الحديث حول الإنترنت سنعود إليه بالتأكيد، ولكن أشار المبعوث الأفريقي بأن الطرفين اتفقا على عدد من القضايا ولم يذكر إلا إطلاق سراح المعتقلين السياسيين في الأحداث الأخيرة. ما تعليقك على ذلك؟ الوساطة منهجة خلال 48 ساعة الماضية إنها بتحاول بقدر الإمكان تضبط الخطاب الإعلامي، ما توضح أي تفاصيل، حتى بتمنع الطرفين إنه ما يبدو بأي تصريحات. الوساطة هي نفسها قالت إنه النقطة الأساسية التي عليها خلاف هي مجلس السيادة. حتى في مجلس السيادة طبقا لإعلان قوى إعلان الحرية والتغيير ذكرت أن الخلاف ليس في المهام والصلاحيات ولا في العدد، إنما في موضوع رئاسة المجلس. العسكر بيطالبوا بأنه يكون هذا رئاسة المجلس دائمة خلال فترة 3 سنة من عمر الفترة الانتقالية. القوى الحرية والتغيير وحتى الوساطة نفسها بتطالب أو بتقترح أنه يكون رئاسة دورية مناصفة بين الفريقين. طيب، يعني بالنسبة للرئاسة في مجلس السيادة، يعني أين تكمن العقدة وأين الحل؟ يعني ما يعني طبقا حسب المنهج بتاع التفاوض ما ليس هنالك أي عقدة. الحرية التغيير بترى إنه الرئاسة دي هي يعني إنه هي مصرة على السلطة المدنية، بالتالي رمزية رئاسة المجلس السيادة إنه تكون مدنية ولو في المناصفة ده حق طبيعي جدا جدا. المجلس العسكري ما بقدم أسباب واضحة غير إنه يقول إنه فقط إنه من أجل الحفظ المحافظة على الأمن والاستقرار. هذا ليس كافيا برأيك؟ ليس كافيا. الأمن والاستقرار ليس هو فقط الانتشار الأمني والوجود الأمني، أكبر تحقيق للأمن بيتم عبر العامل السياسي، عبر العامل الاقتصادي، عبر العامل الاجتماعي. فما هو الأمن؟ حتى مفاهيم الأمن القومي في كليات وفي الشاملة ما بتعني إنه بيتحدد فقط بالعوامل الأمنية العسكرية، لا، هو في عوامل، مجموعة من العوامل. أعتقد إنه جزء من لو نجح الحوار في تحقيق وفاق حقيقي بين السودانيين، سلام حقيقي بين السودانيين، ودخلت الحركات المسلحة إلى هذه العملية، أصبح الدور الأمني بالنسبة لبقية القوى سيكون محدود جدا. فالأمر ليس كافيا بالنسبة أو مبرر مقنع بالنسبة. طيب، يعني بعد جلستين بالأمس هنالك جلسة اليوم سيدخل إليها الطرفين بقيادة الوسيط الأفرو أثيوبي، ما المتوقع من هذه الجلسة، وهل يمكن أن تكون ختامية وربما يحصل فيها اختراق؟ يعني والله يا عمار لا أستطيع تماما أن أحدد شنو التوقعات. التوقعات يعني لو قلنا التخمينات هي أنه في ما دام أنه في عملية تفاوض مستمرة معناتها في أمل. يعني لو كان ممكن في فشل ممكن يظهر في المرحلة الأولى أو في الجلسة الأولى، لكن ما دام الطرفان هما الآن داخل طاولة التفاوض فلا زال هنالك أمل. شك ما يمكن أن يخرج به الناس، من يخرج به أي اتفاق أو يحصل اتفاق، هذا صعب التكهن به. لكن إذا اقتنع الطرفان بأهمية هذا التوافق
خاصة المجلس العسكري دون أن نكون نحمل عليه، وأعتقد في تقديري أنا هو العقبة الآن، يعني إنه لأنه قبل كده وصل للناس لمرحلة بعيدة من الاتفاق تراجع عنها، هذا ثمن التراجع هذا حتى الآن هو الذي يدفعه السوداني.